طريقة صنع المياه هنا أو يعني الـ H2O. نحط الكوباية كده نشوف عايزين كمل لي. أنا شخص من أفريقيا فبشرب كتير، 250 مللي، وبعيش في مناخ حر فإيه أقعد مساحة. بعد كده بضغط هنا، طبعا ده لو إمكان يبدو مية، إلا إني دايما بقول إنه H2O. بالنسبة للمقاييس الآسيوية فأنا كده خدت كتير، فطبعا إيه أختار الخيار اللي بعده، إيه 550 مللي، عشان أنا إيه مواطن أفريقي. طبعا ده من مصر يعني عشان كده مألوف. بس نوقفها تاني. بس دي طريقة عمل الـ H2O تابعونا لأي وصفات قادمة.